السلام عليكم، مرحبا بكم من صفحة البناء الثاني من دورة بلوجر. اليوم سنتعلموا كيفية إنشاء مدونة بلوجر كرياسيون دان بلوجر. فما حاجات لازم نكون حققناها قبل ما نبدو الكرياسيون. أول حاجة لازم نعرف شنو المجال اللي باش نخدم عليه. نيتش معناتها نيتش المجال، يعني المدونة باش تكون على الطبخ مثلا، على الرياضة، على السبور، شنو المجال اللي باش نخدم عليه بالضبط. أول حاجة. ثاني حاجة، النصيحة الثانية، قد ما يكون النيتش نتاعي سبيسيفيك أكثر قد ما يكون النجاح نتاعي أسرع. علاش؟ خاطر جوجل ولا يطلع أكثر لدومين سبيسيفيك. مثلا عوض باش نخدم نعمل مدونة على بلوج على سبور، واللي نعمله على الفوت مثلا، فوتبول، على كرة القدم، أو أحسن نولي نعمله على كلوب معين، على كلوب معين مثلا نعمله على ريال مدريد ولا برشلونة. قد ما يكون سبيسيفيك الدومين متاعي أكثر، قد ما يكون أول حاجة باش نربح زوار سبيسيفيك، وثاني حاجة البلوجر ولا الجوجل ولا يساعد البلوج سبيسيفيك أنهم يطلعوا أكثر من غيرهم البلوجات. نبدو مع بعضنا إن شاء الله صنعا كرياسيون دان بلوج. عندنا بكو دي ميثود. أول حاجة باش ندخل البلوجر، نجم هنا على اليمين لي بوان عظامة، وتهبط دوكا تعمل بلوس تلقى بلوجر لهنا، أو طريقة أسهل نكتب بلوجر ريشيرش بلوجر، ندخل على السيت أول كالعادة كريي فوتر بلوج، كريي فوتر بلوج. نستخدم الايميل اللي عملنا لي كرياسيون المره اللي فاتت. تكتب لهنا الايميل المتباس تاع الايميل تاعك، اوكي. لي تاب شنيا نوع فيشي شنو يقصد به؟ يقصد به تحت التدوينة في البلوجر، تلقى مثلا الارتيكل، تلقى من الوطا تحت الارتيكل تلقى الكاتب متاع الكاتب متاع التدوينة، الكاتب متاع الارتيكل اش تحب يكون الاسم متاعك. مثلا باش نخليه هو نفسه، نخليه كتب اسمه مشكلة. انت لهنا تكتب انت بالضبط، يعني شكون الكاتب متاع الارتيكل اللي تحبه يبان في البلوك، ونجمو زادا نحوه. اما نشوفو كيفاش كونتينيو في البلوك ويلكم كذا كذا كريي ان بلوك. هنا كيفاش الكرياسيون متاع البلوك متاع تنجم انت وقت اول ما بديت عملت بلوجر تخرج لك ديريكت الواجهه هذه من غير ما نتعدوا على شنو نقول، والا تنجم تشوف لي زيتاب اذا ما لي توصل لهنا. باش نختاروا هنا التيتر نتاعنا مثلا، مثلا هذا اسم تيتر متاع المدونة متاعنا، هذا الادرس شو نعمل ريال مدريد فور ارابس حتى في المكان بتاعت لا ما تعداش فور ارابس. نختار
دام الأول بعد بلوكر تمام كريي ان بلوك هذه المدونة متاعي بلوك متاعي اسمها ريال مدريد فور عرب اوكي عملنا البلوك متاعنا صارت لي كرياسيون تاع البلوك اذا سي انت ما تحبش الفرنسية ما تقراش بالفرنسية تحب تبدل اللغة البلوجر الكل يعني تولي تشوف في العربي مثلا يجو لهنا نمشي الان جوجل شوف الاختيار الثاني الثالث دوني اي بيرسوناليزاسيون هذا الفوتو تلقى لانك نختار اللانك اللي حاجتي به مثلا عرب يعني عرب عربية تونس خليها تونس سيليكسيون نمشي للبلوجر متاعي بالعربي